صحي مدرسه خاصه. ارجع لمدرسه خاصه او مصر. الدوله ما تحميش. احنا حاولنا في حلول وديه مع العميد مختار محمود السوسي بخصوص الشكوى بتاعتنا، لان الراجل استصدر قرار من مديريه التربيه والتعليم بالمخالفه للقرار الوزاري رقم 173 لسنه 2017 بتاريخ 22/5. المدرسه تاريخ الانشاء بتاعها كان 2014 2015. المدرسه بدات مزاوله النشاط التعليمي وهي ما كانش معاها ترخيص من قلب الاداره ولا من قلب المديريه، وكانت المصاريف المقرره للمدرسه في التوقيت ده 4000 جنيه. المصاريف المدرجه قانونيا على الموقع بتاع الوزاره 6500 جنيه، غير شامله المصاريف البقله، على الرغم من ان هي قدمت استشكال في السنه الدراسيه 2014 2015 بالمخالفه للقانون رقم 420 لسنه 2014 فقره 36 منه، اللي بتحرم على اي مدرسه جديده لسه تحت الانشاء ان هي ما تطالبش بزياده الا ما يكون عدى عليها 5 سنين من تاريخ مزاوله النشاط. يا معالي الوزير ارجوك تسمعنا، احنا اولياء امور مدرسه المختار الخاصه لغات باداره المعصره التعليميه بوادي حوف. ولادنا كانوا في المدرسه السنه اللي فاتت دافعين 6500 جنيه مصاريف ونازله بالفعل على موقع الوزاره ومعانا كل الاوراق. المفترض السنه دي نازله 6500 زائد النسبه القانونيه المقرره لباقي المدارس. حضرتك اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان احنا رحنا ندفع المصروفات لقينا صاحب المدرسه بيقول لا المصروفات بقت 10090 جنيه ويا ريت للسنه دي. ده بيقول لنا انا جاي لي ورقه من المديريه بتقول ان المصاريف 10090 تبقى لعام 2014 2015، يعني حضرتك مستني زياده كمان فوق ال 10090 ل 2016 2017 وبعد كده الزياده المقرره دي. حصلت ازاي الزيادات دي وايه اللي حصل؟ عايزين نفهم حضرتك استندت لايه عشان تطلع ورقه زي دي من المديريه مش مكتوبه من الوزير ولا عليها ختم نسر ولا عليها اي حاجه.